الحقيقة مصر مزيج فريد قوي من المحبة والتسامح وطبقات من الحضارة، من الفرعوني لليوناني للقبطي للإسلامي. احنا تراث الحقيقة رائع من القصص التاريخية واللي بنشوف فيها التركيبة الفريدة دي لمصر اللي احتفت واحتضنت العائلة المقدسة ولسه بتتبارك بأثرها. احنا بنحتفي بعياد الميلاد وبنحتفل كمان برحلة العائلة المقدسة لمصر واللي هيكلمنا عنها الدكتور أحمد النمر الباحث في الأثار القبطية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم عليكي وعلى كل المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، كل المصريين بخير دايما يا رب، ودايما سلام وخير لكل يا رب. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. لكن خلينا نروح نشوف مظاهر الاحتفال دلوقتي، نروح في بث مباشر من مجمع الأديان في مصر القديمة عشان نتعرف على حرص المصريين على زيارة هذا المكان اللي بيضم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة والسيدة العذراء وأبي سيفين وكنيسة مرجرجس. تفاصيل كتيرة هيعرفنا عليها دلوقتي مراسلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا بسنت. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل المصريين بخير. عيد ميلاد مجيد سعيد على المصريين، ودايما طبعا يعني المناسبة السعيدة دي بيحتفل بها كل المصريين في مظاهر بتجمع ما بين الفرحة والمحبة والسلام. وزي ما انت قلت طبعا يعني احنا موجودين في منطقة من أهم المناطق التاريخية السياحية الدينية الموجودة في مصر القديمة، ويمكن ما فيش أفضل من المكان ده يدل على المحبة والسلام وتلاقي وتوافق الأديان السماوية الثلاث داخل مجمع الأديان بمصر القديمة. يمكن طبعا الزوار والمحتفلين بعيد الميلاد المجيد بدأوا يتوافدوا إلى مجمع الأديان اللي بيضم عدد كبير من الكنائس التاريخية القديمة، وإحنا موجودين تحديدا في إحدى أهم الكنائس الموجودة في مجمع الأديان، وهي الكنيسة المعلقة، كنيسة السيدة العذراء مريم. هذه الكنيسة التي يعني لها طابع خاص عند الزوار وجميع الطوائف المسيحية يأتون إليها من كل دول العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يمكن في استعدادات خاصة النهاردة داخل مجمع الأديان لاستقبال طبعا المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، سواء في محيط مجمع الأديان فيما يتعلق طبعا بحالة التأمين، فيما يتعلق بعملية طبعا تسيير الحركة المرورية، وكمان داخل المجمع عملية التطوير والترميم اللي بتتم داخل المجمع لاستقبال الزوار. في الوقت اللي بكلمكم فيه تحديدا دلوقتي بدأ الزوار يتوافدوا على الكنيسة المعلقة لبدء الاحتفالات. طبعا يعني الاحتفالات هتبتدي كمان يعني أقل من ساعة هتكون الاحتفالات موجودة، لكن تفاصيل أكتر عن الاستعدادات داخل مجمع الأديان هتطلعنا عليها الأستاذة هاجر عبد الخالي وهي مفتشة أثار منطقة مصر القديمة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هاجر، وأهلا وسهلا بيكي في برنامج صباح الخير يا مصر. كل سنة حضرتك طيبة وكل المصريين بخير. يمكن زي ما اتكلمت في استعدادات النهاردة خاصة لاستقبال طبعا الزوار والمحتفلين من مصر ومن مختلف دول العالم، لو تكلمينا أكتر عن هذه الاستعدادات لاستقبال الزوار. طبعا الاستعدادات احب اصبح على كل المصريين واقول لهم كل سنه وهم طيبين وعيد ميلاد مجيد على كل المصريين. الاحتفالات بدأ من امبارح، طبعا كان القداس وهنا كانت الناس موجوده لغايه الفجر، فالناس هتبتدي تتوافد تاني كمان زي ما حضرتك ما قلت كمان ساعه استعدادا للاحتفالات باليوم النهارده. طبعا احنا هنا دلوقتي في مجمع الأديان. مجمع الأديان هنا ليه سميه بمجمع الأديان؟ لان هو بيجمع بين الأديان الثلاثه الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه. الاسلاميه تتمثل في جامع عمرو بن العاص، والمسيحيه بتتمثل في مجموعه من الكنائس اهمهم واشهرهم الكنيسه المعلقه اللي احنا متواجدين فيها الان وكنيسه ابي سرجه، وتتمثل اليهوديه في معبد اليهودي معبد بن عزرا. هنا مجمع الأديان يعد من ان هو من اهم او اهم نقطه من ضمن نقاط اللي بيهتم بيها منظمه اليونسكو، لان هي حاجه فريده ان مكان واحد بيجمع بين الأديان الثلاثه المسيحيه والاسلاميه واليهوديه. ودلوقتي هو المنطقه كمان داخله ضمن تطوير من اهم التطويرات اللي موجوده فيها حسن بابليون، فهو داخل فيه صيانة إن شاء الله على قرب الافتتاح. وعندنا برضو معبد بن عزرا قام فيه ترميم
وعندنا ايضا جامع عمرو بن العاص بيقام فيه الترميمات. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا للاستاذه هاجر عبد الخالق مفتشه اثار منطقه مصر القديمه، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير. شكرا جزيلا. يعني زي ما تابعنا شاذلي وبسنت هيكون في احتفالات طبعا هنا داخل المجمع الاديان في مختلف الكنائس الموجوده. نتحدث عن الكنيسه المعلقه وكنيسه ابي سرجه. ابي سرجه من الكنائس اللي بيقبل عليها طبعا عدد كبير من الزوار وجميع الطوائف المسيحيه طبعا لارتباطها ارتباط وثيق، وأقامت فيها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر. وأيضا يعني داخل هذه الكنيسة المعلقة التي بنيت على أحد أبراج الحصن الجنوبي لحصن بابليون، وهي ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 13 ل 17 متر، فبالتالي هي يعني شيء مقدس ومحبب طبعا لكل المصريين، ويمكن خلاص في توافد للزائرين على هذا المكان و الأماكن الأخرى اللي موجودة طبعا داخل مجمع الأديان، سواء المتحف القبطي أو حتى كنيسة أبي سرجة أو أبي سيفين. كل المناطق تشهد احتفالات النهاردة في طبعا يعني مظهر احتفالي جميل بيعبر عن المحبة والسلام. كل سنة وكل المصريين بخير، وكل سنة وإحنا يعني في تآخي ويعني في محبة دايما في على أرض السلام مصر. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية بسنت وشاذلي، وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية. شكرا ليك محمود جميل، وفي الحقيقة كل سنة وانت طيب. وزي ما انت قلت ان يمكن مجمع الأديان هو من المزارات المهمة مش بس للسياح لكن كمان لكل مصري. ما اظنش ان حد فينا ما راحش مجمع الأديان. كل سنة وكل مصري بألف خير. كل سنة وانت طيب. شكرا يا محمود.